بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من كلمتين ونص. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن البرنامج السنة دي في الموسم الثالث بنستعرض لي ملامح رئيسية لشخصيات عظيمة أثرت فيا أنا شخصيا وفي الإسلام وفي المسلمين، واختيارها كان بناء على مواقف عظيمة هي عملتها و حاجات أحدثتها. هذه الأمور التي أحدثتها سواء انتصارات، سواء تغيير فكري، سواء إحياء للدين، سواء إحياء للسنة، سواء لغزوات أو لغيره، هذه الشخصيات بقيت تدق باب عقلي طوال عمري منذ صغري حتى الآن. أنا بقول هذا الكلام وكلما قرأت نقدا لها أو هجوما عليها، كلما عدت إلى المراجع أقرأ عنها وأفهم المزيد. بعض هذه الشخصيات زي ما قلت لحضرتك هي شخصيات أنا عرفتها وشفتها وقربت منها، وشخصيات أنا عاصرتها، يعني أنا ابن عصرها، هم عاشوا وماتوا أو عاشوا لسه عايشين، وفي ناس طبعا خالدين من الصحابة ومن التابعين. النهاردة هكلمك عن الإمام ابن تيمية. سيدنا ابن تيمية سمعته تم تشويهها والنيل منها. سيدنا الإمام أحمد ابن تيمية، أحمد تقي الدين، أبو العباس ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني. تيمية دي جدته وكانت واعظة، وكان جده هي جد أم جده محمد، وكانت واعظة، وسمي أو لقبت العيلة دي الفرع ده بتيمية تيمنا بهذه السيدة العظيمة اللي كانت واعظة. سيدنا أحمد بن تيمية ولد سنة 661 هجرية ومات سنة 728 هجرية، يعني مات وعنده 67 سنة ما اتجوزش. اتولد في بلد في منطقة اسمها حران في تركيا، وتوفى بقلعة دمشق بعد ما كان مسجون. ابن تيمية حاولوا يشوهوا صورته على انه متطرف وزعيم المتطرفين وزعيم المتشددين، وإنه والحقيقة أن سيدنا ابن تيمية بريء من هذا الكلام. هو واحد من أبرز العلماء المسلمين في النصف الثاني من القرن السابع الهجري والثلث الأول من القرن الثامن الهجري. سيدنا ابن تيمية مر بمحن، واحدة من مش محنة واحدة فقط بل عدة محن. بس أنا عاوز أقول لك حاجة، لما تيجي تقرأ عن أو لي ابن تيمية لازم تعرف أنه ابن تيمية عاش في زمن التتار دخلوا فيه العالم الإسلامي والصليبيين أيضا، وكان في فتن داخلية خصوصا ما بين المماليك اللي حكموا بعد الدولة الأيوبية وقبل الدولة العثمانية، وما بين المماليك وما بين اللي هم كانوا بيمثلوا المسلمين في وقت ده والتتار. و الصدمة بتاعة سقوط الخلافة العباسية أثرت فيه تأثير كبير، والفرنجة لأنه اتولد ابن تيمية في بداية الدور الرابع للحروب الصليبية على الأمة، وزي ما قلت لك الفتن الداخلية كانت موجودة، وبالتالي تشكل عقل ابن تيمية منذ صغره على هجوم وحروب وغزو أجنبي للبلاد وحروب صليبية وفتن داخلية، يعني واقع مهترئ وأمة ممزقة. لكن ابن تيمية أخذ طريقه إلى التحدي، إلى إعادة استنهاض الأمة. ابن تيمية عاش عصر كان فيه التراجع والجمود العلمي، أيوة ركضت الأذهان وأقفل باب الاجتهاد وسيطرت نزعة التقليد والجمود، وألفت الكتب المطولة والمختصرة التي لا أثر فيها للابتكار والتجديد. ليه؟ لأنه المماليك لما حكموا قفلوا الدنيا، أخرسوا الألسن. خلي بالك من الكلام ده، كأنك بتعيش الزمن ده، كله يخرس، كله ما يتكلمش، اوعى تجتهد، اوعى. هكذا كل عصر فيه مماليك يتدهور فيه حال الفكر والتجديد. سيدنا ابن تيمية ورث عن أبوه مشيخة التدريس سنة 682 سنة، وكان عمره 17 سنة. ولما بلغ عمره 22 سنة
لما توفي والده سنة 682 تولى التدريس بالمدرسة الحنبلية، وبعدين تنازل عن التدريس وكان بيسافر كتير ما بين مصر والشام أو الشام ومصر، وله 300 مؤلف كبير. أشهر حاجة لابن تيمية معروفة بيرجع لها كل الشيوخ، أي شيخ تسأله في باب الفتاوى أو تسأله عن الفتوى يقول لك وقال ابن تيمية في كتابه فتاوى ابن تيمية. أيوة ده مهم جدا جدا جدا، هتلاقوا بعض مشايخنا المعاصرين بيعملوا كده، وله كتاب الإيمان وله كتاب العقيدة الواسطية ودفع الملام عن الأئمة الإعلام، دافع فيه عن الأعلام أعلام الأمة والسياسة الشرعية لإصلاح الرأي والرعية. خلي بالك الكتب اللي بقولك عليها دي هي كتب في الدين، في الفقه، في الفتوى، في العلم، في الجهاد، في المعرفة، في الفكر، في السياسة، خلي بالك. وكتب كتابا بعنوان الهولاكونية وهو عن التطهير، تلامذته كتير، شمس الدين الذهبي، الإمام شمس الدين الذهبي، والإمام ابن كثير، والإمام ابن رجب الحنبلي صاحب كتاب جامع العلوم والحكم، والإمام محمد بن عبد الهادي المقدسي، وطبعا قبل دول كلهم سيدنا ابن قيم الجوزية اللي لازم الإمام ابن تيمية بعد عودته من مصر إلى أنسب. ابن تيمية مش مجرد رجل فقيه أو داعية أو عالم، لا، ده حارب وجاهد، وكان عمره 38 سنة لما سلطان التتار قال له لازم تقف معايا عشان نحارب في الشام، فقال له كلمته الشهيرة هذه أغنام سرقتموها من أهلها، لما دعاه إلى الأكل يعني رفض أن يأكل طعامه، قال له هذه أغنام سرقتموها من أهلها، ونيران أوقدتموها بحطب سرقتموه من أهلي، وأنا لا آكل الحرام. ده بيكلم محمود غازان سلطان التتار اللي أخذ منه وثيقة أمان أجلت دخول التتار لدمشق فترة من الزمن بعد أن أغلظ عليه القول. ولما سلطان التتار محمود غازان قال له ادعلنا مولانا، قال له اللهم إن كان عبدك محمود يقاتل لتكون كلماتك هي العليا وليكون الدين كله لله، فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد، وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلماته هي العليا فاخزله وزلزله ودمره واقطع دابره. العجيب أن محمود ما زعلش منه ولا حاجة، كان سلطان للتتار. دي أول مواجهة كانت ما بين الشيخ وما بين التتار. بعد كده وسنه 39 سنة يعني سنة 700 وشيعة في دمشق ان التتار رايحين عاوزين يغزوا الشام، فقام ابن تيمية وحث المسلمين في دمشق على قتال التتار، وتوجه الى السلطان في مصر وحثوا على الجهاد. وفي سنة 702 يعني بعد سنتين من المواجهة اللي ما تمتش، اشترك ابن تيمية في معركة شقحب اللي هي في بالقرب من دمشق، وانتصر المماليك على التتار. وساعتها أفتى ابن تيمية بوجوب قتال التتار رغم أنهم بيظهروا الإسلام، وقال كلمته الشهيرة لو وجدتوني بين صفوفهم وعلى رأس المصحف فاقتلوني، ليقطع بهذا طريق على العلماء اللي قالوا لأ ده التتار ناس مسلمين. اتسجن ابن تيمية كم مرة؟ عدة مرات، وهو عنده 32-30 سنة، وهو عنده 44 سنة، وهو عنده 48 سنة، وهو عنده 59 سنة. للأسف اتسجن في مصر، اتسجن في دمشق، وزي غيره من الفقهاء والعلماء اتظلم وتعافى عنه، لكن التاريخ هو اللي بينصفه. ابن تيمية ما كانش متطرف ولا متشدد، كان عالم وكان مجاهد. انتهت حلقة النهاردة، ونلتقي وإياكم بكرة إن شاء الله مع حلقة جديدة من برنامج كلمتين ونص.